اعزائي مشاهدي يلا كوره في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ذا ماسك. منورنا النهارده كريم الدبيس لاعب النادي الاهلي وقائد منتخب مصر للشباب، واللي هنعرف منه النهارده كواليس كتير جدا جوه النادي الاهلي وايه بقى الاسرار ورا الفوز بالخمس بطولات في حلقه النهارده. منورنا يا كريم. منورك حبيبي. عامل ايه الاخبار؟ كله زي الفل. كريم عايز ابارك لك عن السنه اللي فاتت. الموسم اللي فات ما كانش فيه لعيب اساسي ولعيب احتياطي، قدرتوا ان انتوا تكسبوا الخماسيه. عايز اعرف منك بقى الكواليس وازاي قدرتوا تحققوا ده والكلام كان ايه في اوضه اللبس. الاول الله يبارك فيك طبعا، والحمد لله ربنا كرمنا. سيزون كان ماشي بشكل كويس مع انه سيزون استثنائي يعني، بس احنا دايما كده في النادي ودايما الكلام معانا من كابتن الفرقه كابتن شناوي ومستر كولر، يعني دايما على طول الكلام كله بيبقى اي بطوله احنا داخلينها دي بالنسبه لنا لازم المكسب بتاعها، وانت عارف ان الجمهور ما بيقبلش غير برقم واحد، واحنا دايما كل هدفنا هو البطوله اللي احنا داخلين فيها، اي بطوله حتى لو كانت ايه هي البطوله رقم واحد. بس خمس بطولات ده عدد كبير جدا، ان انت تنافس على البطولات دي كلها وتخش وتاخدها، افريقيا دوري السوبر الكاس، عدد كبير جدا من البطولات، وشفنا لعيبة كتير جدا شاركت. يعني النادي الاهلي ما كانش بيتبع سياسة التدوير مرة واحدة، لا لعيبة كتير بتخش لعيبة كتير بتشارك، ده حصل ازاي وكان اثره عليكوا ازاي؟ هو حصل ان اصلا اللعبة كلها يعني اللعبة كلها ما شاء الله بتتمرن كويس، فمش مدين المدرب اختيار ثابت، لا طبعا المدرب بيفضل محتار مين مين مين، فاللعيبه يعني اللعيبه هي السبب في كل ده، وطبعا اللعيبه تعبت السيزون اللي فات جدا، وكان سيزون كبير يعني طويل جدا وكان متعب، فاللعيبه ما قصرتش يعني وكله كان جايب اخره يعني في الاخر. اني اصعب بطوله بالنسبه لك، الدوري ولا دوري ابطال افريقيا؟ لا طبعا افريقيا دي الاغلى بالنسبه لك. افريقيا اصعب واغلى. الدوري احنا كنا مخلصينه من قبلها بحوالي خمس او اربع ماتشات، فكان ممكن يكون سهل شويه، اما افريقيا يعني فجاه بتروح منك، فجاه في الدقايق بتجيلك يعني الحمد لله. ماتش سان داونز والضربه الجزاء اللي ضيعها اطهر الطاهر في الدقايق الاخيره دي برضو اكيد اديتكم امل ان خلاص البطوله بتقرب بعد ما كان الموضوع بعيد شويه. لا ده الماتش الوحيد اللي ادانا امل، رجعنا البطوله تاني بعد ما كنا يعني بشبه كبير جدا خرجنا، فده ادانا امل وخلاص ساعتها اول ما ادانا الامل ده جالنا خلاص بقى ما مش رايحه. الكلام بعد كده ايه بقى بعد الماتش ده بالتحديد؟ ان اكيد ده ترتب عليه حاجات كتير جدا، كلامكم كلعيبه كلام الجهاز الفني معاكم كان ايه بعد الماتش ده بالتحديد؟ لا قعدنا مع بعض واتكلمنا وكابتن الفرقه اتكلمت، وان احنا خلاص البطوله دي احنا رجعنا فيها تاني خلاص، فدي ما فيش اي نسبه 1% ان البطوله دي تروح مننا. ماتش بقى النهائي، الماتش الاول هنا في استاد القاهره، الجماهير الاجواء، كلمني بقى كنتوا داخلين الماتش عاملين ازاي؟ عايز اعرف منك كل حاجه، وكلام اللعيبه مع بعضها كمان كان ايه يعني كلام كله كلاعيبه. يعني انا اصلا كنت بره السكور، بس انا يعني دايما بروح الماتش يعني بروح الماتشات حتى لو انا بره. لا الكلام كان كله ايجابي وكان كله واحد، ومن قبلها بكذا يوم، فحتى اللعيبه اصلا جينا قبل الماتش بيومين ما حدش بيتكلم، كله تمرين بس مركز، بس ما فيش اي حاجه قدامنا غير المكسب. اصابه الشناوي اكيد كمان اربكت الحسابات بشكل كبير. طبعا بس كان يعني في كابتن علي، بعد كده كابتن علي اتصاب، في اوفا ما شاء الله يعني عمل ماتش كويس جدا وماتش كبير. ماتش العوده بقى النتيجه كانت مقلقه شويه ليكوا كلاعيبه في ماتش العوده؟ احنا هو كان كل التركيز ان احنا نلعب نجيب جون، احنا مش هنلعب على التعادل، احنا جايين نكسب نجيب جون، احنا عايزين نجيب جون، فكان كل كلام المدير الفني كان كله احنا هننزل نكسب مش هننزل ندافع، يعني كان كل الكلام مش هنقف بقى ورا وندافع، لا هننزل نلعب لعبنا الطبيعي بتاعنا ونجيب جون، وساعتها لما نجيب جون بقى نعمل اللي احنا عايزينه. وضيعت اكتر من فرصه في الماتش ده طبعا، يعني رحت يعني بكوره واثنين وثلاثه واربعه وضيعت، كان ممكن وبعد التعادل كمان بعد التعادل كمان في فرص كتير جدا رحنا بيها وضاعت. سطلانة بقى. حكايه سطلان عايز اقول لك ان لحد دلوقتي هو وراه سر، اللي شغل الاغنيه ذات نفسه كابتن عمرو السليه. مش طاهر. لا وراحت لطاهر كده. لا اللي شغل الاغنيه هو السر الاصل لحد دلوقتي اللي محدش يعرفه، ان كابتن عمرو هو اللي شغل الاغنيه اصلا.
وطاير هو اللي خد السكسي جول. لا بس طاير يعني طاير عمله كويس جدا. بس كان مترتبه قبلها يعني، انا عارف ان الاحتفالات دي ممكن تكون لا هي اغاني شغاله وبتاع في الفتره دي يعني، في الوقت ده الاغنيه دي اللي اشتغلت طلع ترند، طلعت الاغنيه دي خلاص. ترند. عايز اتكلم معاك بقى عن المنافسه مع علي معلول. انت برضو دلوقتي خلاص بقيت علي معلول وانت موجودين للسيزون الجديد، اكيد المنافسه صعبه جدا، اكيد برضو انت قربت خطوه ان انت في اي وقت ممكن تبقى موجود في الملعب، ولما لعبت اديت بشكل كويس. فعايز اعرف انت شايف المنافسه ازاي؟ انا في المبدا يعني كابتن علي ده مثلا يعني مثل كبير جدا ليا، وبتعلم منه حاجات كتير جدا، ودايما بنتكلم مع بعض، ودايما هو بيقعد ينصحني ويتكلم معايا، وانا شايف ان المنافسه يعني قويه جدا وشريفه، فدي حاجه انا يعني حاببها وحابب ان انا اخش في الـ في الـ في المنافسه دي. بس فانا بصراحه ده حد بتعلم منه، مش حد جاي ان انا انافس معاه، ولا لا انا جاي حد اتعلم منه وانافس معاه على المكان مش على حاجه تاني. بيتكلم معاك وبينصحك؟ دايما كتير على طول. بيقول لك ايه؟ لا لا على طول بيقعد يتكلم معايا، حتى في التمرينات واحنا شغالين مثلا، لو احنا بنعمل مثلا حاجات زي البيلد اب وبتاع، احنا مثلا بنبقى هو قدامي انا وراه كده، بيقعد مثلا يقول لي على حاجات كتير جدا، اعمل كذا ما تعملش كذا، الحاجات دي بتعمل كذا في الوقت كذا كده، فدايما بيقعد يتكلم معايا. واكيد في الاول وفي الاخر ده بيصب في مصلحه الفريق. طبعا اكيد في مواقف بينك وبين معلول برضو، مش نصايح بس، مواقف بتحصل جوه الملعب في اوضه اللبس بيوجهك اكيد في بعض الاحياء. لا طبعا كان ماتش بيراميدز، كان اول ماتش ليا، كان هو موجود معانا برضو على الدكه، فهو جالي بين الشوطين، فانا كنت في الاول الماتش كنت يعني في سنه قلق وبتاع، فهو جه جالي بين الشوطين، جه على جنبي قعد بقى يقول لي بص انا عايزك تهدى خالص ومفيش اي حاجه، سيبك من كل اللي حواليك، سيبك من اللعيبه اللي معاك، سيبك من كل الكلام ده كله، انا عايزك انت اللي تركز، افصل نفسك الخمس دقايق اللي احنا قاعدينهم دول، وحاول انك ترجع تاني في اسرع وقت، ما تحاولش انك تطول في القلق. فانا ما تفكرش كتير. يعني تطول في القلق، فقال لي خد القرار مره واحده وزي ما انت، بس قال لي انت ماشي كويس. تعرف انت تعمل الماتش ده اصلا ولا كان رايح لمعلول؟ لا هو الماتش ده ما كنتش عارف اصلا يعني، احنا قاعدين اصلا احنا دايما ما بنعرفش تشكيله، فاحنا بنعرف تشكيله قبلها بساعتين او ساعه ونص كده بس، فانا قاعد اصلا انا ما اعرفش، لقيت مره واحده يعني انا لاعب، فانا اصلا قلت يعني حتى كابتن علي ما كانش مثلا مش موجود، لا كابتن علي كان موجود فرايحه له خلاص. انا يعني انا قاعد بدا ماتش بيراميدز يعني ماتش بيراميدز بتاع ماتش كبير وكده، فانا جيت قعدت لقيت قال لك لا قول لي من الاول بقى ياسر خالد ياسر منعم كريم. انا فضلت ساكت شويه كده كريم مين؟ انا كنت قاعد ما انا يعني انا بقعد في الاخر كده، فلما قال كريم فانا اصلا فضلت يعني بص علي يا كابتن علي اخر في اخر الناحيه الثانيه، فانا ببص كده رجعت تاني ما خلاص بقى مش حدش ياخد باله. بس لا بس بصراحه يعني دخلت في الماتش بسرعه. بس كان الاحسن ان هو يبلغك قبليها بيوم ولا في ساعتها كده؟ لا 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 انا ما كانش فارق معايا يبلغني امتى، انا كده كده دايما ببقى جاهز، فمش انا مستنيها اصلا، كنت مستني بس. ولما لعبت اديت بشكل كويس جدا. مبدئيا يعني عايز اتكلم معاك بقى يعني اجواء الماتش نفسها، الماتش كان كوره بس، وانتوا كنتوا عايزين تخشوا الماتش او تاخدوا بطوله الدوري بدون اي هزيمه. ده اثر عليكم في الماتش ده من السيناريو اللي حصل؟ لا هو كان اللعيبه معظمها اجهدت خلاص، حتى اللي كانوا بيلعبوا يعني كنا خلاص جد يعني اللعيبه معظمها جاب اخرها، في اتنين تلاتة بس هم اللي لسه بيبقى اول ماتش ليهم او تاني ماتش والكلام ده، فكنا بنحاول اللي هو يعني على قد ما نقدر من يعني اللي هو ايه الناس اللي هي سليمه وكويسه تحاول انها ايه تعمل مجهود زياده عن اللي عندها، فكنا بنحاول نعمل كده بس ما حصلش نصيب. لعبت على الشيبي في الماتش ده، ولعبت الشيبي ومصطفى فتحي. مصطفى فتحي اتنين تقال يعني، الشيبي لعيب كبير ولعيب كويس، مصطفى فتحي لعيب مهاري جدا، اتعامل ازاي بقى على الموقف دي؟ لا لا طبعا دايما ببقى مركز جاي حافظ قبلها بيومين، بنتفرج كده كده على الفرقه، فانا برضو مصطفى انا بتفرج يعني لعبت عليه قبل كده في دجله، الشيبي اللي كان اول مره العب عليه، هو لعيب الاثنين لعيبه كويسه جدا والاثنين لعيبه كبار، بس فانا اديت اللي عليا وبس. كنتوا سيناريو الهزيمه كنتوا متوقعين ان ممكن يوصل لثلاثه؟ لا لا طبعا عشان احنا ما عندناش النتائج دي، ما عندناش ان احنا نتغلب اصلا. انتوا على طول بتكسبوا اثنين ثلاثة أربعة ماشيين معاكم ضرب يعني بخطة ثابتة.
بس فهو حصل يعني دروب كده، ما حصلش نصيب واجهادات كتير فالدنيا ما حصلتش يعني. اللي حصل بقى بره الماتش الشيبي كان بيستفز فعلا لعيبه الاهلي زي ما البعض قال. لا لا ده عمل كان بيستفز كتير، ده في الاول الماتش استفز، في النص استفز، لما جاب الجون لما هو عمل الكروس ودخل الجون استفز، بيقعد يعمل حركات كتير بايده ويشتم وبتاع. هو لا هو لعيب مستفز جدا، فده اكيد عصب الناس كلها. تابعت اللي حصل معه مع حسين؟ انت كنت موجود في الملعب ساعتها؟ اه كنت موجود في الملعب. من الموضوع ايه اللي حصل فيه او دار ازاي ما بينه؟ لا لا هو كان دايما بيقعد يستفز اللعيبه بحركاته وبتاع، فحسين كان متضايق عن اللعيبه وان ازاي وبيعمل معانا كده ويعمل للجمهور حركه، فاللي هو حسين كان متضايق بس مش اكتر. وبعد الماتش الموضوع اعتقد برضو اتلم من لا لا الموضوع اتلم لا لا الموضوع اتلم وراح سلم عليه وحسين اعتذر له. وحسين اصلا شخص محترم جدا، هتلاقي كان انفعال بس كان مش اكتر. عايز اخدك بقى للموسم الجديد، طموحاتك للموسم الجديد؟ لا طموحاتي ان شاء الله ان العب بشكل اساسي، العب كتير، اشارك في البطولات بقى كمشاركه مش كمتسجل في قائمه او متسجل كده. لا انا الموسم الجديد بدي وان شاء الله كل الخير فيه ان شاء الله. ايه اصعب ماتش كان بالنسبه لك، المصري ولا بيراميدز؟ لا بيراميدز. كان صعب. كولر بيتكلم معاك ازاي انك تطور من مستواك وانك تكون موجود، يعني كلامه معاك بيبقى عامل ازاي؟ لا دايما كولر بيتكلم معايا بشكل كويس جدا. ده هو دايما اصلا هو شخص يعني شخص محبوب جدا من اللعيبه، بيعرف يتكلم مع اللعيبه ويعرف يجيب نفسيتك ازاي ويعرف كل الكلام ده. يعني بيعرف يتعامل مع اللعيبه، يعني كل لعيب ليه شخصيه، هو بيعرف يتعامل مع كل لعيب، فده اللي منجح الفرقه ومنجح ويعني ماشي بشكل كويس جدا. ولما بيجي يتكلم معايا مثلا بيجي مثلا يقول لي انت في نقصك في الحاجات الدفاعيه 1 2 3 هنشتغل عليها بعدين في السيزون الجديد، عشان السيزون اللي فات ما كانش فيه وقت كافي، فكان يقول لي هنشتغل على الحاجات دي كلها مع فتره الاعداد مع السيزون الجديد والكلام ده كله. عايزك تتطور كل مادة عن عن الاخر. بالظبط. الطايره بقى وانتوا بتلعبوا بتلعب مع كابتن سعد عبد الحفيظ وعلى طول بتبقى موجود معاه، هو اللي بيختارك على طول معاه؟ لا هي بتمشي يعني مثلا بنبقى انا وهو وشريف وطاهر سعد، فيعني هو على طول هو كابتن سعد، يعني هو تقريبا ما حدش كسبه غير شريف بس الوحيد اللي كسبه. كابتن سيد بيمسك بقى يمسكنا كلنا كده يعني واحد ورا واحد بقى تعالوا يعني واحد ورا واحد. لا وهو كابتن سيد ده في اللعبه دي لا غريب طبعا غريب. شريف كسبه دي فيها خصم 100,000 جنيه دي كسبه وشريف لف النادي قاعد يقول انه كسب. والله كابتن سيد كان بيقعد يقول له يا ابني مره من 5 سنين. عايز اتكلم بقى من كلامك ده عن العلاقه بينك وبين زملائك جوه الفرقه، انت الروح اللي بتتكلم بيها دي لا يعني دي حاجه كويسه، دي اللي بتساعد على البطولات. عايز اتكلم بقى عن علاقتك انت مع زمايلك في اوضه اللبس ومين اقرب لعيبه ليك؟ لا لا ده كلهم يعني كلهم لعيبه كبار وكلهم بيتعاملوا باحترافيه، دايما كلنا مع بعض بنهزر بنضحك كل الكلام ده كله مع بعض، بنروح مش عارف نروح نتعشى مع بعض نروح مش عارف، فده كله يعني ده كله بيقربنا من بعض اكتر وبتاع. فكلنا يعني اعتقد ما كله ما فيش حد اصلا يعني في نكشه مع التاني، لا كله يعني بيحب بعض اصلا. ايه الموقف اللي ما تنساهوش خالص في الاهلي بينك وبين زمايلك؟ حصل موقف كوميدي، موقف انت كده لغايه دلوقتي معلم؟ لا عم قادر ده موقف كتير. هتحكي موقف ايه اللي حصل؟ لا لا مش هينفع. من اللي ينفع من اللي ينفع يضحكوا؟ مفيش كل مفيش ما مقالب. كلها معانا. طب مقلب واحد كابتن ايمن برضو كنا واقفين، انا كنت جايب عارف اللي هي الديناميت الصواريخ دي، انا كنت جايبها فكنت حاططها في شنطتي، فمين اللي شافها؟ كابتن ايمن اشرف. فكان ساعتها كلنا مش عارف كان في حد بيعمل حاجه، فكلهم كانوا دايره حوالين شخص. كابتن ايمن قال لي هات صاروخ، فخدوا مني رجعوا ولعوا حطوا تحتهم. مين اللعيبه دي؟ لا كانوا مثلا حوالي 11 واحد او 12 واحد يعني ما اعرفش. عايز اقول لك بقى ان انا عندي انا اسرع تجاه خارج على الاوضه يعني خارج من الاوضه بسرعه. لا فرقعت ساعتها يا نهار ابيض كلهم اتخضوا كلهم. طب هم الحاجه دي معاك بتعمل بيها ايه؟ كان مميت. لا انا كنت خايف اعملها في الاوضه. انا ما اعملهاش، حد تاني يعملها. كابتن ايمن يشيلها مشكله، هو يعرف يتعامل. لا يعملها عادي. عايز اتكلم معاك بقى عن الصفقات الجديده اللي جابها الاهلي، رضا سليم وامام عاشور. شايف ان الصفقات دي ازاي تقدر تدعمكم بشكل كويس الموسم الجديد؟
طبعا هيفيدونا، والاتنين لعيبه كبار، ورجع كريم نيدفيد ورجع صلاح محسن، فده اضافه كبيره جدا للفرقه. والاربعه يعني ما شاء الله عليهم لعيبه كبار جدا. رضا سليم بقى انت اكيد برضو شفته في التمرين، تقدر يعني ايه اللي بيميزه او ايه اللي يقدر النادي الاهلي يستفيد بيه من خلال ان انت شفته؟ لا لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا، وهيكون معانا وهيضيف لينا كتير جدا. وهو لعيب كويس جدا ولعيب كبير ومهاري وسريع، فده هيفيدنا جامد جدا. هرجع بيك بقى شويه لفتره وادي دجله. انت في وادي دجله كان جاي لك عرض احتراف والنادي الاهلي، وانت فضلت النادي الاهلي عن خطوه الاحتراف، ده ايه اللي حصل وايه الكواليس انضمامك للنادي الاهلي والموضوع جه ازاي؟ كان ساعتها كنت خلاص رايح الاحتراف. كان اندرلخت؟ لا كان كورتريك البلجيكي. فكنت رايح في بلجيكا فريق اول وبتاع وكل الكلام ده. فانا كنت رايح، فكان يوم تلات، فانا كان السفر بتاعي الجمعه، كان السفر يعني معايا التيكت ومعايا حاجتي، فكان العود موجوده وكل حاجه وهمدي. فساعتها كان معايا كابتن تامر النحاس وكابتن احمد عصام كانوا معايا. فساعتها واحنا قاعدين كابتن امير كلم كابتن تامر وقال له 1 2 3 عايزين كريم وبتاع وكده. فانا ساعتها من غير ما اتردد يعني الورق كان موجود كده مسكته وعملت كده قطعته. بس والله قطعته. طب ده احتراف. عايز اقول لك ساعتها كان الناس بيتواصلوا مع مستر ماجد، كانوا بيتواصلوا معاه وبتاع، فحصل اصلا شده بسبب ان رجع في الاخر القرار اترفض، يعني ان انا رفضت بعد ما وافقت وحجز وبتاع. قعدوا يقولوا معاك العقود كان يعني كل حاجتي قدامي، وبقول لك انا مسافر الجمعه يعني 3 ايام ومسافر خلاص. تجي ماسك الورقه عامله كده، قلت له كابتن تامر في الاهلي مش اسافر. ده انا اصلا انا عيلتي كلها اهلاويه، وانا من صغري جدا اهلاوي، وانا من وانا في الانديه من وانا صغير وبتاع، انا حلمي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. فانا اصلا كنت مشجع كبير جدا للنادي الاهلي قبل ما اكون لاعب كوره عامه. ما ترددتش ثانيه واحده؟ ما فيش ثانيه، ما اديتش حتى تفكير ثانيه. طب ما قلتش ان ممكن المفاوضات دول لسه بيقولوا عايزيني، ممكن المفاوضات تبوظ، ممكن ما هي باظت فعلا السنه دي. ما السنه دي باظت، احنا اتفاوضوا معايا سنتين. السنه دي اللي احنا لما كنا هبطنا، يعني احنا اصلا اللعيبه بتمشي وبتاع، فانا كان جاي لي كورتريك وكان جاي لي المصري. وجالك الاهلي، رحت مقطع الورق وما مشيتش. جالي الاهلي وقطعت الورق وما مشيتش. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل اختلاف في الاخر بين الناديين على الفلوس اللي يعني البيع اللاعب يعني بيعي. ساعتها الموضوع وقف خالص. فكملت بقى مع الدرجه. لا ما قلتش. نزلت درجه ثانيه بعد ما كان جالك احتراف؟ لعبت مع دجله الدرجه الثانيه الموسم. سلعبت بقى ايه، قلت يعني هلعب واعمل اقصى حاجة عندي لحد ما يعني ممكن حاجة ممكن تيجي تاني بتاع. لا ما قلتش. انا من النوع اللي مثلا حاجة خلصت خلاص لازم بقى افكر في الخطوة اللي انا اعملها. او لعبت السيزون ده درجة تانية. وبعدين في اخر السيزون طلعت اودونيزي حوالي 20 يوم معيش. فترة معيش مع اودونيزي مع الدرجة الاولى. فروحت ورجعت، كان فاضل يعني رحت كان في فتره كده اجازه في الدرجه الثانيه. فروحت في الفتره دي ورجعت اللي هو في يناير. كنت رحت ورجعت، كان فاضل اخر ماتشين في الدرجه الثانيه لعبتهم وخلاص. فخلاص بقى السيزون خلص، فانا يعني ما كانش في حاجه لسه جات لي وبتاع. فساعتها كان جالي برضو المصري ثاني، وجالي سموحه. جالي بقى ساعتها تاني الاهلي، كلموني تاني في الوقت الاخير. مين اللي كلمك بقى؟ ده في الاخر بقى خالص، يعني كان حوالي اليوم حاجه و20. فكان ساعتها برضو كابتن امير كلم تامر يعني، فالدنيا ايه اتسهلت ان ممكن الفلوس تدفع بشكل كذا 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 والفلوس تنزل. فالفلوس يعني مستر ماجد طبعا مشكور ساعدني طبعا. انا قلت له عايز ان انا اروح فممكن يساعدني وبتاع، فهو جاي بصراحه ما عملناش. وانا بشكره طبعا جدا، ده الاب الروحي ليا بالنسبه لي مستر ماجد، والاب الروحي للعيبه كتير في مصر. فهو اللي ساعدني برضو في الخطوه انها تكمل. رحت بكام بقى ساعتها؟ لا اصلا رحت انا وخمسه، انا ورشدان وكباكا وحسن ومانو، وكان في حد ثاني بس مش الخمس لعيبه اللي انتقلوا من وادي دجله للاهلي. ساعتها ساعتها بس انت بقى لعيب درجه اولى
ولعبت دوري ممتاز ولعبت مع وادي دجله في الدرجه الثانيه برضو بشكل اساسي، وجالك عروض كتير احتراف. كان قبل كورتريك كان جاي لي اندرلخت، فجاي لي ساعتها، فساعتها مستر ماجد هو اللي رفض على ان المبلغ كان بسيط يعني قليل جدا عن ان هو بيفكر فيه. كنت رايح الفريق الاول هناك؟ اه كل يعني كل اصلا كل العروض اللي جات لي كنت رايح الفريق الاول. رحت بقى من وادي دجله على الاهلي بس ناشئين في الاول. انا رحت اول ما رحت عملت الاول الكشف الطبي وبتاع، فهم كانوا بيجهزوا مسافرين كاس عالم، فانا كان ساعتها مش لسه جاي اكيد مش هسافر كاس عالم، فالفتره بتاعت كاس العالم دي كلها انا كنت موجود فيها مع الناشئين لحد ما رجعوا برده، كملت برده اسبوع كمان مع الناشئين بعد كده طلعت. فتره المنتخب بقى عايز اتكلم عليها شويه، منتخب الشباب الفتره دي برده علت اسهم كريم الدبيس جامد، وعرفت برضو الناس بيه جامد انه مع المنتخب وكابتن المنتخب. ليه البطوله اللي انتوا لعبتوها دي كانت مخيبه للامال؟ ليه ما قدرناش نوصل لابعد مدى بيها، او ليه ما قدرناش ان احنا ناخد البطوله؟ هو يعني حصل كذا دروب كذا حاجه، فالدنيا باظت، ما عرفناش نلم، ما لحقنا يعني مش ما عرفناش ما لحقناش ان احنا نلمها. كذا حاجة حصلت في المعسكر، حاجات كتير حصلت كده ما كانتش كويسة، فالدنيا فكت خالص، واللعبة ما كانتش يعني مش هقولك ان احنا عملنا اقصى مجهود والكلام ده كله، لا خالص، احنا عملنا يعتبر ظهرنا بحاجات مش كويسة جدا، وشكل الاداء بتاعنا ما كانش كويس، فاحنا ما ساعدناش نفسنا، يعني احنا اصلا ما ساعدناش نفسنا، فاحنا كلنا كنا زي يعني كنا وحشين جدا. شلت انت الليله في الاخر برضو كده مره واحده. لما اعتذرت للناس وكده شلت الليله، بس عادي يا يعني كابتن منتخب. كابتن المنتخب ده كان عبء عليك؟ لا طبعا، يعني اقصد مش عبء من الناحيه السلبيه، انا اقصد ان هو خليك لامم الناس دايما بتتكلم مع اللعيبه. احنا دايما لا احنا دايما يعني انا من شخصيتي ومن نفسي ماليش في الدور ان انا مثلا هخش مع عبد الرحمن هعمل معاه مشكله عشان مثلا ما عملش حاجه كده او ما نزلش كده، لا انا بدل الناس راحتها بس بنظام، يعني هنعمل كل حاجه بس بشكل كويس وبنظام ومن غير شوشره ومن غير ما حد يتفرج علينا وبتاع، ننزل كلنا مع بعض، رايحين كلنا مع بعض تجمعات كتيره، بنقعد نتكلم مع بعض وكلنا بنتكلم، يعني كله بيسمع بعضه وكله لازم يتكلم، مش انا بس او مش يوسف حسن بس او مش احمد شريف بس او مش احمد نادر ولا رشدان، كلنا لازم نتكلم، كله لازم يسمع بعضه وكله يتكلم ونشوف رايك ايه، رايك بناخد براي بعض كلنا. عايز بقى اتكلم معاك عن كهربا الفولت العالي، اكيد ليه مواقف معاكوا في اوضه اللبس مقالب كتير. لا كهربا فولت يعني فولت، هو فولت فعلا. ايه الموقف اللي عمله ما تنساهوش؟ لا مواقف على طول، ده لا دايما بيقعد مثلا يجي يطلع مثلا في نص الاوضه كده يروح جامد ساعه مره واحده وانتوا قاعدين، واحنا قاعدين كلنا مثلا كله ماسك الموبايلات او كله قاعد مثلا قام مره كده زعق وبتاع. لا سواء يعني هو شخصيه جميله جدا وتتحب جدا ودمه خفيف وبيقعد يهزر مع الكل، حتى مثلا لما انا جيت اول لما جيت كان هو اول حد يهزر معايا اصلا. قال لك ايه؟ قعد يقول لي، قال لي سيبك من كل اللي في الاوضه دي بقى، ايه سيبك من كل دول، قال لي تيجي الصبح تسلم عليا انا بس وما تسلمش على حد تاني، والفطار معاه، قال لي ما تسلمش على حد تاني بس. بس كده عامل برضه روح جوه الفرقه برضه مركز جامد، انه قدر يوصل برضه يحقق حاجات وهو كان بعيد جدا، فدي حاجه تحسب له بصراحه. لا هو طيب وابن حلال، فربنا يعني ربنا. مين اخف دم في الفرقه عندكم؟ لا في كهربا، في عبادر. انت مصيبه برضه. انا عارفك من دجله فانا عارف الدماغ دي فيها ايه. لا في كهربا وعبد القادر، لا هم كلهم يعني دمهم خفيف بس دول اكتر يعني اكتر. مين اكتر حد بقى بيرهق الشناوي؟ كهربا والكندوسي. كندوسي؟ لا كندوسي بيتعبنا كلنا اصلا. علمتوه المصري ولا لسه؟ لا هو اصلا مصري يعني، ده جاي مصر، ده جاي والله جاي، ده مش من الجزائر خالص، ده من هنا بس مصر القديمه. لا بيعمل ايه؟ يقول له انت منين؟ يقول له انا من مصر القديمه. خلاص ابعدوا عني، انا مش سايح عندكم. محترف انا؟ لا اي حد يكلمه رجع معاه مشكله. يبدا يخش على طول رجع شتم من قبل اي حاجه، رجع شتم يا ابني ستات بالله. لا مفيش.
هو لعيب كويس جدا برضه. لعيب كويس وقدم برضه مستويات كويسه مع النادي الاهلي. طبعا. مين مسك الاعلى؟ كابتن محمد ابو وهاب الله يرحمه. الله يرحمه. اتفرج عليه لغايه دلوقتي؟ اتفرجت عليه كتير جدا ومعايا فيديوهات على الموبايل اصلا. يعني معايا فيديوهات كتير جدا على الموبايل اللي على الموبايل. يعني الحاجات دي بقى الحاجات اللي انا بحبها بحتفظ بيها وبقعد اتفرج عليها كتير. كل فتره بقعد اتفرج عليها بقعد ارجعها كده. عايز بقى اتكلم معاك كده عن يعني ايه لعيبه هقولهم لك هتقول لي كلمه عن سؤال بكلمه. بكلمه يعني مثلا كهربا الفولت غششتك واحده كده كده ماشي؟ ماشي. كولر المحبوب الشناوي قائد كهربا فولت كده كده شريف لا طيب كندوسي مجنون ده ده مجنون ده معلول لا ده لا شخص لطيف جد طيب محبوب يعني اتحب منعم برضو كلمة حد اتحب ادوها الكلمة محبوب محبوب السلية بمرمطنا ليه؟ يلا بقى توصل معانا وتوصل طيب وديانج ابو الكباتن ده تعلم ده مصري رسمي ده كابتن ده ده تعلم مصري رسمي يا دول كابتن طاهر سطلان عبد القادر ده القمر ده في حد زي ده اشيك لعيب في مصر مروان عطية طيب الشحات لا شحات ايه ده مصيبه ده السلام السلام شحات السلام ياسر لا طيب برضه تاو تاو محبوب يعني شخص حلو ايه لذيذ كده كابتن محمود الخطيب أسطورة ده طبعا أسطورة ايه موضوع صورتك مع دينا ما انا بالسوشيال ميديا اتصورت معاه بعد الحفله ما قلتلوش اي حاجه مفيش حوار دار ما بينكم لا هو قلت له يا كابتن قال لي كريم عامل ايه قلت له ممكن بعد اذنك صوره قال لي طبعا طبعا دايم دايما ليكوا دايما طبعا الفرقه موجود معاكم طبعا معانا في ظهرنا دايما وفي التمرينات بيجي على طول يعني ما بتاخرش عننا ثانيه دايما معانا جاهز الفقرتين التانيين جاهز عندي الفقرتين التانيين بقى مفهومش بقى يعني ايه هات وخد لا لا معاك ايه هات بس معاك نروح للفقره الثانيه مع كابتن كريم الدبيس الفقره دي انا هسالك سؤال وهحط لك الاجابتين قدامك وانت هتجاوب وهترفع الورقه ماشي وهنشوف بقى انت واحساسك بقى انت صح بنسبه كام في الميه ماشي انت ملتزم ولا خاربها جاوب ملتزم ولا خاربها لا ملتزم طبعا طبعا طب ارفع ورقه فين الاثنين هما الاثنين اهو ايدك على واحد اهو ارفع واحد فين؟ دي ايه طيب؟ هتعرف في الاخر ماشي تحب السهر ولا النوم؟ لا النوم ارفع ورقة يا سلام عليك لا دي السهر دي ايه الاحساس العالي ده؟ الساحل الطيب ولا الشرير؟ ولا ده ولا ده لا الساحل الطيب ولا الشرير؟ الطيب احلف كده؟ لا ارفع ورقة تلات ايه نزل بقى برضو في الاخر برضو هنعرف في الاخر هنعرف وخلاص احنا خلصنا شيل طب يا عم كريم يا كريم اهو يا عم طيب ملتزم ايه ده جات لي دي لا هي دي صح بنسبة كام في المال الكلام ده لا اخليك تحلف 90 لا 90 90% 90 طب جاهز بقى الفقره الاخيره الاسئله السريعه دي بقى ما فيهاش ماشي هتقع يعني هتقع دلوقتي دلوقتي حالا روح للفقره الثالثه وفقره الاسئله السريعه مع كريم الدبيس جاهز للاسئله السريعه ما تفكرش تجاوب على طول ماشي. معلول ولا العربيه البورش معلول قول تاني كده معلول راني يوسف ولا غادة عبد الرازق؟ راني يوسف روبي ولا شاكيرا؟ روبي مي عز الدين ولا مي عمر؟ مي عمر منى شلبي ولا منى زكي؟ منى شلبي يسرى ولا إلهام شاهين؟ إلهام شاهين محمد الشناوي ولا محمد رمضان؟ الشناوي طبعا أمير كرارة ولا عمرو السولية؟ عمرو السولية محمد عبد المنعم ولا مرعي بتاع الكلمة؟ محمد عبد المنعم
اليسا ولا اصاله؟ اصاله. احمد عبد القادر ولا احمد فهمي؟ احمد عبد القادر. طب خالد عبد الفتاح ولا علي ربيع؟ خالد عبد الفتاح. دمه اخف؟ لا ما خلناش غلط بقى. انت كده هتختار الفرقه كلها. ما يا طب اسس ولا قفشه؟ مين بيضحكك؟ قفشه طبعا. والله قفشه بيضحكني موت. قفشه دمه خفيف قوي. بيعمل ايه طب قفشه؟ عالمي اقسم بالله. في النص كده سريع. في حاجات في النص كده مميته. طيب علي ربيع ولا كهربا؟ كهربا. طب تاو ولا سليمان عيد؟ تاو. بيضحكك اكتر من سليمان؟ لا اكيد سليمان عيد بيضحكني. ويجز ولا طاهر محمد طاهر؟ طاهر. طب سطلانه ولا سطلانه؟ طاهر. طب هتغني سطلانه؟ لا اغني سطلانه. يلا لا هتغنيها. اوه سطلانه. حلو كده. ياسر ابراهيم ولا رضا البحراوي؟ ياسر ابراهيم. ورضا البحراوي ده انا بعشقه. ايوه مين فيهم؟ ده البابا. لا ياسر. طب البابا بس بحب رضا البحراوي. هتغني لرضا البحراوي؟ غني له ايه طيب؟ سمعت كلامك عني؟ ده كتير. طب غني بقى اللي انت عايز تغنيه. لا ده في كتير. غني اللي انت بتحبها الرضا. شاور قلبي وناداني. شاور قلبي وناداني. يا عيني. خدني ورحت معاه. يا عيني. وداني دنيا غير الدنيا. وداك فين؟ البابا ده. امام عاشور ولا عصام صاصا؟ امام عاشور. انا الزاهد ولا منى فضالي؟ انا الزاهد. طيب تامر حسني ولا عمرو دياب؟ تامر حسني. حسين الشحات ولا خالد النبوي؟ لا حسين الشحات. دره ولا ياسمين صبري؟ ياسمين صبري. جعفر العمده ولا رفاعي الدسوقي؟ جعفر العمده. طيب جوهره ولا الورديانه؟ ده مين دول؟ لا انا عارف جوهره. مين التاني؟ اختياراتك بصراحه في الجون. عيب عليك. يلا كوره. كريم انت شرفتني ونورتني. أيوة. واتمنى لك التوفيق السنه الجايه ان شاء الله، واللقاء ده يتكرر السنه الجايه وانت معاك بطولات اكتر واكتر كده وتكسر الدنيا ان شاء الله. حبيبي يا بدر انا بشكرك.